نرجس، حنا دخلنا دابا الشهر الرابع من المقاطعات الدراسه هذه، بالنسبه لكم الافق ديال هذا الشيء هذا فين غادي بالنسبه لكم كطلبه؟ حنا كطلبه ديال الطب والصيدله فكنبغي ناكد على انه لا نيه لنا اننا نمشيو في سنه بيضاء. الطلبه اليوم باغيين الحلول، كيطالبوا بحاجه وحده في مختلف زعما المحطات، لا عبر البيانات ديالنا لا عبر اللقاءات مع مختلف الفاعلين، اننا باغيين الحوار. علاش باغيين هذا الحوار؟ من اجل ايجاد الحلول بطريقه سريعه للازمه اللي عندنا دابا حاليا. الازمه راه دخلنا فيها دابا حنا في 3 شهور 28 يوم بالضبط، يعني بقى لينا 3 ايام ونكملوا 4 شهور، فما يمكنش انها تزيد طول اكثر. فحنا كطلبه واعيين بهذا الشيء، وكنظن زعما اي عقول رشيده غتمشي في هذا الاتجاه. فحنا باغيين اليوم الحل، والا كنا زعما جينا اليوم ولبينا هذا النداء ديال الفرع الجهوي للنقابه ديال الاساتذه، فمن اجل الابانه مره اخرى على النيه ديالنا اننا باغيين الحلول السريعه لهذا الملف. كيبقى هذا المشكل هو ديال السنه السابعه، علاش انتم متشبتين كثير بالسنه السابعه؟ فالمشكل ديال السنه السابعه ماشي هو مشكل متعلق بسبع سنوات او ست سنوات زعما بالدرجه الاولى، بل هو متعلق بجوده التكوين. فالطالب فاش بدا كيسمع على هذا القرار في السنوات اللي قبل، كان كيتسنى انه يخرج واحد الاصلاح، يعني واحد الان باكيج اللي مجموع اللي غيشرح فيه شنو هو هذا الاصلاح اللي كان. فالطالب اللي معني اليوم بهذا القرار ديال خفض سنوات الدراسه بالطب من سبع الى ست سنوات هو طالب السنه الخامسه اليوم، يعني كل ما سيستفيد منه في هذا الاصلاح هو انه تحذف ليه سنه من التكوين ديالو. فما يمكنش نتحدثوا على اصلاح وهذا الاصلاح لا يشمل الا الحذف ديال سنه. فبالنسبه للطالب ديال الطب الاصلاح خاصو يكون بواحد الطريقه اللي كتراعي اننا نعاودوا نشوفوا البرنامج الدراسي من السنه الاولى للسنه السابعه، باش انه نيت هذه السنه السابعه وهذاك الساعات اللي تحيدوا من التكوين التطبيقي انهم نشوفوا كيفاش نقادوهم مع هاد الست سنوات اللي بغاو يرجعوها زعما في التكوين الطبي، بحيث انها غتلائم مع واحد التكوين يرقى لتطلعات طلبة اولا وتطلعات المواطن المغربي. فما يمكنش انني نكون في السنوات الختاميه ديالي ونلقى انه لا ريفورم اللي جات به هو انه تحيد لي فقط واحد 600 ساعه ديال التكوين وتقول لي بلي هذا هو الاصلاح. فحنا ماشي ضد الاصلاح، وكنعاود ناكد عليها، طلبه بالعكس باغيين شي اصلاح ديال التكوين ديالهم وباغيين تحسين ديال الجوده ديال التكوين ديالهم، ولكن بالنسبه لهم الطريقه ديال التنزيل ماشي هي اللي كانت زعما موفقه في هذا السياق. الربع كيعتبر على انه السنه السابعه كتضيعوا فيها الوقت، ما كاينش لا رقيب لا ديال العميد ولا ديال رئيس الجامعه ولا ديال الاساتذه، يعني ضياع للوقت. فإلا جينا نشوفوا المطالب ديال الطلبه ديال الطب اليوم، فهما كيطالبوا بتجويد السنه السابعه، يعني الا بقات هذيك السنه السابعه وحنا كنا نأمل خيرا زعما بالقدوم ديال هذه المجموعات الصحيه الترابيه، كانت غتكون فرصه باش ان هذه السنه السابعه تكون زعما بواحد التكوين اللي يرقى لتطلعات هاد الطلبه. ماشي مشكل زعما نمشيو في السياق ديال انه الا تم الحذف ديال هذه السنه السابعه راه ما يمكنش اننا نديروا الحذف ديال السنه السابعه، و علما انه في هذه السنه السابعه راه كان الطبيب كيتعلم انه يتعامل مع لي باثولوجي دو بروميير لين، يعني هذوك الامراض اللي كتكون شائعه عند المواطن المغربي، كان كيتعلم شويه ديال لوتونومي، يعني كيتعلم انه يكون قاد براسو كطبيب. ما يمكنش اننا نجيو السنه الختاميه اللي كيحسوا مازال الطلبه انهم محتاجين سنوات ديال التكوين التطبيقي. هذيك السنه السابعه راه كانت عام كامل ديال التكوين التطبيقي، اللي بيان سور ما كيكونش واحد الوقوف ديال الاساتذه فيها مباشره على الطلبه، ولكن على الاقل كانت واحد لونكادغومون واحد التاطير من طرف لي سينيور، يعني الاطباء اللي كيكونوا كبر منك، يعني فاش كتوحل كنتي كتتصل بهم باش انك تمشي تساير هذوك المرضى اللي عندك. فبالنسبه لي انه المشكل ديال السنه السادسه والسابعه ماشي مشكل متعلق اساسا بست سنين ولا سبع سنين، بل هو مشكل يتعلق اساسا بالطريقه ديال التنزيل ديال القرار اللي جات بواحد الطريقه زعما في ظل الظروف الحاليه اللي ما كتسمحش انه يتنزل. دونك بالنسبه للطلبه افضل شيء هو انه يتم مراجعه ديال هذا القرار، وتتم المراجعه ديال السياق اللي جا فيه والسياق ديال الاجراءات المصاحبه اللي جاوا معاه، باش اننا نلقاو حل زعما لهذه الازمه. اما الا مشينا زعما في التشبت بالمواقف واننا نشدوا العصا من طرفين، فكنظن ان هذا الشيء ما في صالح للمواطن المغربي لا البلاد ديالنا، لاننا محتاجين اننا نحلوا هذه الازمه بطريقه سريعه، وانه يتخذ بعين الاعتبار ان الطلبه راه ما عمرهم كانوا كيرفضوا الاصلاح، بالعكس
طلبه الا كانوا كيدعوا على التكوين ديالهم فذلك من اجل البلاد ديالهم بالدرجه الاولى. ما يمكنش ان الطلبه ديال الطب يدوزوا هذا الوقت كامل وهما اللي اختاروا انهم يكونوا في الكليه العموميه اولا، لان الطلبه ديال الكليه العموميه هما اللي كيخوضوا هذه الاضرابات، وتكون عندهم هذه الغيره على المستشفيات العموميه، وتكون عندهم غيره على المواطن المغربي، لان اللي غيبغي السهوله راه غيبغي 6 سنين. هذه الطبيعه اللي غتكون في الانسان. اذا نستحضروا العقل ونشوفوا المطالب ديال طلبه الطب والصيدله بطريقه اخرى. هما ناس اللي باغين غير الخير لبلادهم، باغين الصالح العام للمواطن المغربي للطلبه اللي معاهم. وكنظن ان الازمه راه كنا نقول بانه القرار ديال المقاطعه كتخذ بشكل ديمقراطي في جمعه عامه، يعني السنوات كلها ديال الطب كيشاركوا معكم. فبالنسبه للقرار ديال المقاطعه جاء من بعد واحد سنتين ديال الانتظار، سنتين ديال الوقفات المحليه الانذاريه ديال نهار يومين الى اخره. طلبه من يوصل بهم انه بقى عام واحد على السنه اللي غيتم التطبيق فيها ديال هذا القرار ديال خفض سنوات الدراسه، ومازال ما عندهمش اون فيزيون كي كليغ واللي كتوضح زعما في اي منحه كيصب اتجاه هذا القرار، في اتجاه ديال انه يتم التجويد ديال التكوين. لانه فاش جاو كيشوفوا زعما سوغ لو تيغان كنا كنتسناو انه يكونوا مثلا بوادر بحال يكون مثلا طب الاسره، يكون شي اقتراح واحد اخر، لربما الطلبه يقدروا يقبلوا. انا القصد ديالي هو انه حتى السنه الاولى والسنه الثانيه كيشاركوا معكم الجمهور العام، رغم انهم هما دخلوا الكليه الطب على اساس انه 6 سنين ماشي 7 سنين. زيد شرح لي. بالنسبه لينا حنا كطلبه كما شرحت لك هو سياق، ففي ظل هذا السياق حنا كممثلين ديال الطلبه كنسمعوا الطلبه شنو كيقولوا. فمن داروا هذوك الجموع العامه اللي جاوا فيهم طلبه ديال سنوات كاملين، وكاينين زعما الصور تبين عن ذلك، لي زونفيتياتر كيكونوا ملؤه عن اخرها، طلبه كاملين كانوا واعين بشنو كاين في الملف المطلبي، ونقطه بنقطه تم التصويت على المحاور ديال الملف المطلبي، وكاملين كانوا واعين بان العنوان ديال هذاك الملف المطلبي هو جوده التكوين. يعني كما قلت لك ما يمكنش اننا نلخصوا الملف المطلبي في 6 سنين ولا 7 سنين. حنا الا كنا خارجين اليوم فمن اجل الحفاظ على التكوين ديالنا، التكوين الطبي والجوده ديالو في المغرب. وهاد الطلبه ديال السنه الاولى والسنه الثانيه حتى هما كانوا في الجمعه العامه، وحتى هما كانوا كيصوتوا في الجمعه العامه. يعني ما يمكنش اننا نستنيو نقولوا الطلبه ديال السنه الاولى ولا الثانيه كانوا بوحدهم، لان العنوان ديال النضال ديالنا هو جوده التكوين لا غير. يعني ما يمكنش اننا نقولوا لا راه 6 سنين و7 سنين هي اللي خرجت الطلبه ديال الطب اليوم. الا كان شي مقترح اللي غيصب في هذا الاتجاه لربما نعرضوه على الطلبه ويقبلوه. حنا بالنسبه لنا الحلول خاصها تبقى مفتوحه، وبالنسبه لنا ان الحوار خاصو يبقى مفتوح. كل ما نطالب به هو انه يتم التعامل معنا على اساس اننا محاورون، يعني ماشي نجيو نفرضوا سياسه امر الواقع على الطلبه ونقولوا لهم هذا القرار سي اكتي، هذا القرار زعما لا رجعه فيه الى اخره. خاص تكون واحد شويه ديال المرونه زعما من طرف المسؤولين باش اننا نتوصلوا لحل هذه الازمه. كما قلنا راه حنا كطلبه راه ما باغينش اننا نمشيو في السيناريو ديال السنه البيضاء، ما باغينش اننا نمشيو في الاتجاه ديال لي زيكستريم الى اخره. بالعكس الطلبه باغين الحلول، ولا كانوا شي مقترحات اللي غتحافظ لنا على جوده ديال التكوين فمرحبا بها زعما نطرحوها زعما على الطلبه. الا انه زعما للاسف مشى زعما الامور في السياق ديال تقول بانهم يطرحوا على الطلبه. الان المجالس ديالكم منحله، كيف ممكن انكم تاخذوا القرار في ظل هذا الوضع ديال التنظيم ديالكم ديال الهياكل ما كاينين؟ طبعا بالنسبه للقرار ديال حل المكاتب كان قرار اللي صعب زعما لا على الطلبه لا علينا حنا كممثلين الطلبه، لان زعما اعتبرنا ان فيه بزاف ديال الحيف، لاننا كل ما قمنا به زعما حنا مثلا كممثلين ديال الطلبه هو ايصال الصوت ديال هاد الطلبه فعليا. ففضل حل المكاتب كما قلتي زعما غيتخلق نوع من العشوائيه، وهادشي علاش حنا مازالين كناكدوا وكنطالبوا بانه راه تم الانتخاب ديالنا في اطار زعما ديمقراطي نزيه اللي طلبه تقوا فينا على اساس اننا غنوصلوا الصوت ديالهم لا غير. يعني حنا ما يمكنش اننا نتفاوضوا ولا نديروا شي حاجه دون الرجوع الى الطلبه. يعني فاش كنطالبوا بالحوار كنطالبوا ايضا بانه يتم التراجع عن قرار ديال حل هاد المكاتب وهاد المجالس ديال الطلبه، لانه لا يصب في المصلحه ديال اي واحد. لان الحوار باش يتاسس ليه راه ما يمكنش انه تحاور مع 30000 طالب ولا 25000 طالب وطالبه. باش تحاور خاصك ناس اللي غيجلسوا غيتحاوروا معاك وغيوصلوا هذاك لو ميساج ديالك ولا هذاك المقترح ديالك بكل امانه للطلبه. وحنا عبر زعما جميع المحطات كنا كنهزوا داكشي كامل اللي كيتقال لينا كنعطيوه بكل امانه ومصداقيه للطلبه، وهما اللي كانوا كيختاروا زعما المصير ديالهم واش غيمشيو ويكملوا في المقاطعه ولا لا. وخير دليل على ذلك ما جاء زعما في اخر محضر اللي قابلوه الطلبه بالرفض، يعني صوتوا عليه على اساس انهم غيرفضوه.